نوع من المغامرة يعني في المواطن الكويتي. إذا شفنا الأسفار والغوص والغزوات، يعني روح المغامرة، يعني حتى وصل إلى التهريب وقطع الطرق. إذا هذه روح المغامرة تعتقد لا زالت موجودة اليوم؟ لا، مين موجودة؟ لا، لا ذاك اليوم غير، ولا ذاك اليوم في حاجة بعد، في حاجة. والحقيقة كان مضى وقت على سفنة السفار خاص في شط العرب، دقاقة وبلشتية وحرامية ونهابة. ربعنا ولا؟ لا، سفنة، على سفنة، سفنة من شط العرب. اي نعم. فالمرحوم الشيخ مبارك الكبير صاحب خزعل بن مرداو، خزعل بن جابر بن مرداو، حاكم المحمرة وعبادان وعربستان والقصبة من حد البحر لغاية العمارة، هذه كلها أملاكهم. فالشيخ مبارك الكبير صادق خزعل لحماية سفن الكويت، ومنها خزعل، أمنها السفينة اللي تحمل علم الكويت، الرقعة الحمراء ومكتوب عليها كويت، خلاص ما حد يجيها. وساعده أيضا السيد طالب باشا النقيب، على اثنين صادقهم شيخ مبارك لمصلحته وأمنوا سفن الحقيقة.